كسب منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء في أداء غير مرضي، ولكن ثلاث نقاط كانت هي الأهم وهي اللي فتحت الباب للمنتخب الأولمبي للمباريات التالية. المباراة الثانية أمام منتخب غانا، منتخبنا الوطني الحقيقة قدم فيها مباراة رائعة. الشوط الأول كان جيد بالمناسبة، قدم فيه المنتخب منتخبنا الأولمبي أداء رائع خلال الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان شيء مختلف تماما. تخيلوا حضراتكم لما أقول على الشوط الأول أداء رائع، واجي بقى مش لاقي كلمة أقولها في الشوط الثاني. ماذا حدث في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني كان ما فيش أحلى من كده وما فيش أروع من كده. الخطأ الوحيد اللي عمله مدافع منتخبنا الأولمبي، أنا عارف طبعا اسم المدافع بس أنا مش حابب أن أنا أقول، لأنه إحنا دلوقتي في مهمة قومية، الكل يجب أن يلتف حول منتخبنا الوطني خلال الفترة، منتخبنا الوطني الأولمبي ومنتخبنا الوطني الأول خلال الفترة القادمة. وبالتالي خطأ من أحد المدافعين الحقيقة تسبب في الهدف الثاني، ولكن بعد هذا الخطأ وبعد هذا الهدف منتخب الأولمبي شكل تاني تماما. ايه الروح دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه التغييرات الجامده دي؟ كل حاجه. والحقيقه كابتن شوقي غريب، وانا حابب ان انا اتكلم في هذا الموضوع تحديدا، لانه كابتن شوقي غريب خلال الفتره السابقه الكل او كان بيصنف ضمن المديرين الفنيين التقليديين، اللي هو بيغير واحد مكان واحد، معروف طريقه لعبه عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، الطريقه اللي بيمشي بيها عامل ازاي. كابتن شوقي غريب الحقيقه في المباراه السابقه من وجهة نظري ان هو غير تصنيفه واصبح مدرب مبتكر. بمعنى ايه مبتكر؟ ما خدوا بال حضراتكم واحنا بنتكلم لازم نتكلم بمنطقية واقعية. ده دايما سلو بلدنا، يعني احنا دايما في ملعب الاهلي بنتكلم بهذا الشكل بالمنطقية والعقلانية. لما المدير الفني او لما لاعب ينزل ويعمل حاجة مطلوبة منه 3 أو 4 أو 5 مرات، وانا هنا بتكلم على عبد الرحمن مجدي نجم النادي الاسماعيلي واحد اهم وافضل اللاعبين مع المنتخب الاولمبي، على الرغم من ان هو بينزل في فترات قليله في مباراه مالي او في مباراه منتخب مالي، قدم مباراه او ربع ساعه نزلها او ثلث ساعه نزلها قدمها بشكل جيد جدا. ايضا في المباراه السابقه امام منتخب غانا قدم نص ساعه مفيش احلى من كده، غير شكل المباراه تماما. ولكن اللي لفت نظري ان عبد الرحمن دايما كان بيجي من ناحيه اليمين، وهي طريقة لعبه العادية الحقيقة، ولكن من الواضح أن هناك تعليمات من المدير الفني كابتن شوقي غريب أن هو لازم تعمل كده، لازم تبتدي تخش من ناحية اليمين وتخش لجوه وتشوط على الجون. عملها كم مرة؟ عملها 4 أو 5 مرات طوال النص ساعة اللي لعبها. وبالتالي واحدة منهم اللي يخليك تعرف أن المدير الفني اللي قال له هذا الكلام إيه؟ أن عبد الرحمن في واحدة دخل شط راحت عند العصافير فوق، وواحدة تانية جت جنب العارضة ب20 ياردة، ولكن إصراره أنه هو يلعب الكرة بهذا الشكل وبعدين يشوطها بهذا الإتقان أو بهذه القوة في هدف المباراة التانية اللي أحرزه رمضان صبحي وتترد وترجع ويدخل منها هدف، أعتقد أن ده مدير فني قايل له اعمل كده. مدير فني واقف في ظهره وقال له خش من ناحية اليمين وخش لجوه وشوط في الجون، هتقع من إيد الجون أو هتخش جون لأن أنت بتشوط كويس. وبالتالي كابتن شوقي غريب يستحق الإشادة في هذا الموضوع، عبد الرحمن مجدي طبعا يستحق الإشادة، ولكن أنا بتكلم على تكتيك بيتلعب جوه الملعب، شكل وأداء للاعبين جوه الملعب. لما أحمد ياسر ريان ينزل في آخر 10 دقائق ويحرز هدف بهذه الطريقة اللي هو متفق بيها معاه مع كابتن شوقي غريب إن هو يلعبها بهذا الشكل، تتلعب لك في الحتة دي، أقف على أقف عند البنالتي وخد خطوتين لقدام وحطها بدماغك. أعتقد أن ده إذا كان هناك تعليمات بتتقال للاعبين وبينفذوها من المفترض أن اللعيبة تنفذ هذه التعليمات، وهم يستحقوا عليها الإجادة والإشادة الحقيقة طوال المباراة. ولكن أيضا أن معنى كده أن في مدير فني جيد قاعد بره بيقول للعيبة تعمل إيه. لما طلع عمار حمدي ونزل أحمد ياسر ريان كان تغيير الحقيقه برضو مش متعودين ان الكابتن شوقي غريب يعمل هذا التغيير، مش متعودين ان الكابتن شوقي غريب يخاطر في مثل هذا التوقيت، على الرغم من ان انت كنت متعادل او كنت مغلوب اعتقد ساعتها، مش فاكر كنت بتغلب مغلوب او متعادل، ولكن ان هو يخاطر بهذا التغيير في الوقت ده، اعتقد ان ده شيء مميز للكابتن شوقي غريب ما كناش متعودين عليه خلال الفتره السابقه. وبالتالي كابتن شوقي غريب يستحق
الأفضل في هذه المباراة. ولكن لما تيجي تتكلم على اللاعبين بقى، كابتن شوقي غريب طبعا وجهازه الفني بالكامل، كابتن معتمد جمال، كابتن شوقي، محمد شوقي، كابتن وائل شيتوس، مجموعة المدربين اللي موجودين مع الكابتن شوقي غريب اللي بيحاول ان هو يخلق جيل جديد من المديرين الفنيين خلال الفترة اللي جاية. خدوا بال حضراتكم، كابتن شوقي غريب خبرة كبيرة جدا جدا في عالم كرة القدم، وخبرة كبيرة كمدير فني. فلما يكون معاه واحد زي محمد شوقي، يعني بسم الله ما شاء الله ماشي في السلك التدريبي بشكل جيد، أيضا وائل رياض شيتوس عامل برضو شغل كويس في السلك التدريبي وعايز يكمل في هذا الموضوع، بيتعلمه من كابتن شوقي غريب. معتمد جمال خد كذا تجربة أو خاض كذا تجربة قبل كده، وبالتالي أيضا بيتعلم من كابتن شوقي غريب. هيبقى عندنا ثلاث مديرين فنيين بعد كده في الفترة القادمة، سواء مع المنتخبات الوطنية أو مع الفرق المصرية بشكل عام، أو إن شاء الله الفرق الخارجية كمان. أنا متأكد إن واحد زي محمد شوقي ممكن ينجح في هذا الموضوع، لأن عنده التفكير بتاعه جيد جدا. فلما تيجي